نعم فإن الله وحده هو الشافي، سبحانه وتعالى. وقد جعل الشفاء مثل غيره مرتبطا بأسباب، وهذه الأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب شرعية وأسباب كونية. فالأسباب الكونية ما يجربه الناس من الأدوية والعمليات الجراحية وغير ذلك مما هو في الطب المعروف. والأسباب الشرعية هي ما جاء به الوحي، سواء كان ذلك كالصدقة أو قراءة القرآن أو الرقية أو الدعاء، فهذه كلها أسباب شرعية. نعم والأسباب الشرعية الفرق بينها وبين الأسباب الكونية أن الأسباب الكونية ترجع إلى الحكم العادي الذي هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، فيمكن أن يرتب عليها مسبب ويمكن أن لا يرتب عليها. أما الأسباب الشرعية فلا بد أن يرتب عليها مسببها إذا تحققت شروطها وانتفت موانعها، نعم لكن لا بد من تحقق الشروط. فمثلا الرقية الشرعية لا بد أن نعلم أن لها 3 أركان: هي الراقي، ولا بد أن يكون مؤمنا عارفا بما يقرأ، عارفا بالرقية وحدودها وأحكامها، ومؤمنا بما يقرأ ومتأثرا به. ولا بد أن يكون الركن الثاني وهو المقروء قرآنا صحيح النطق صحيح الأداء، ولا بد أن يكون الركن الثالث وهو المقروء عليه غير متترس، فإن كان شاكا أصلا في القرآن أو غير مؤمن به لا ينتفع به. ولذلك لا بد أن يحقق المقروء عليه 5 شروط: وحديث الكافر الشرط الأول شيخنا الذي الإيمان جاءه بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأنه قد رفعت الأقلام نعم وجفت الصحف عما هو كائن. شيخنا بالنسبة الشرط الثاني الإيمان لا نافع ولا ضار إلا الله، فلا يلتمس الشفاء من الراقي ولا من غيره. والشرط الثالث الإيمان بالانتفاع بالقرآن، لأن الله قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. والشرط الرابع الإصغاء والإصغاث، لأن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ألا والشرط يعكر الخامس على هذا التدبر، شيخنا وهو الحديث قسمان: الصحابي ألا يعكر على هذا تدبروا حديث فإن الصحابي المعاني الذي تتدبر ذهب المحبة. ورقى رئيس القبيلة وكان مشركا غير مؤمن بالله ألا يعكر على هذا؟ لا يعكر عليه، لأنهم كانوا يعلمون أن مع النبي صلى الله عليه وسلم حقا، وأن ما جاءه حق، ولذلك التمسوا منهم ذلك، فقالوا: هل عندكم شيء من هذا الخير الذي جاء به صاحبكم؟ فقد نهش سيدنا. فهم يعلمون أن القرآن خير وأنه جاء به صاحبهم من عند الله، صلى الله عليه وسلم. فكانوا فقط في جاهليتهم لهم أنظمتهم وكبرياؤهم وإعجابهم وبخلهم وغير ذلك من الصفات التي تمنعهم من الإسلام، لكن يعلمون أن هذا القرآن كلام الله. نعم جميل.